السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية لهذه النسبة في بنكي الأهلي ومصر. كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أنه تم زيادة أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية عند التجديد أو الشراء لتصبح بعائد سنوي 14% بدل 11%. يصرف العائد شهريا وتبلغ مدة الشهادة الثلاثية 3 سنوات. وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر زيادة أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية 14% على أن يصرف العائد شهريا طوال مدة الشهادة. وتطبق أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية المشترى الجديدة أو التي سيتم تجديدها اعتبارا من اليوم 30 مايو، بينما تظل أسعار الفائدة كما هي للشهادات التي تم شراءها من قبل قرار لجنة الأصول والخصوم في بنكي الأهلي المصري ومصر. وأشار رئيس البنك الأهلي المصري إلى أنه تم إيقاف شهادة 18% مرتفعة الفائدة بعد تحقيق المستهدف منها لدى بنكي الأهلي المصري ومصر. وبلغت حصيلة الشهادة 18% نحو 515 مليار جنيه في البنك الأهلي المصري ونحو 240 مليار جنيه في بنك مصر من صدورها في 21 مارس حتى نهاية عمل اليوم 32 مايو 2022. وحققت مبيعات شهادة 18% مرتفعة الفائدة في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر على نحو 750 مليار جنيه، وذلك حتى 32 مايو 2022. وتعد أسعار الفائدة على الشهادة والودائع وحسابات التوفير أحد أهم الأهداف التي تتنافس البنوك عليها لجذب مدخرات العملاء. وتختلف معدلات الفائدة من بنك لآخر، ويتم التحرك في هذه الأسعار في حدود أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي بنسبة تتراوح من .5% إلى 1.5% ارتفاعا أو انخفاضا وحسب سياسة كل بنك ونوعية العملاء التي تستهدفها، بجانب المستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك وأعباء التكلفة التشغيلية للأموال. وقررت اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% إلى 12.5% و 11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخاص بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.